اتكلمت برضو عن فكرة يعني هي تبدو يعني اقتصادية إلى حد ما، اللي هي فكرة مقاومة التقدم. ايوه صحيح. قلت ده في المحاضرة، ده لك. واستشهدت مرة بملكة إنجلترا ومرة بحاجة حصلت في الصين. انا والله يعني ده سؤال تالت لحضرتك، وبيخليني ارجع لنفس المرجع اللي هو الكتاب اللي ترجمه حافظ ابراهيم وخليل مطران، والامثله دي جت من عندهم تاني 5 أو 6 أمثلة، انا استخدمت منهم مثالين. التقدم له ضحايا. لو حد عمل حاجه جديده بيترتب عليها تغير في الصنعه هيبقى في ضحايا. لو صح. في فن انتاجي بيشغل 10 وفن انتاج جديد جه بعده بيشغل 2 بكفاءه عاليه، وفي 8 هيتم التضحيه بيهم. يا اما نعالج التقدم ونتمسك ونقول لا ما فيش، هو الفن الانتاجي ده اللي طب يا سيدي ما انت مش هتقدر تكمل، هتفلس والشركه اللي انت بتشتغل فيها هتضيع. يا اما انت تقول ماشي انا هشتغل وهدرب عدد من العمال الموجودين عندي على النظام جديد. الجديد، والاخرين بعضهم ممكن يؤهل والبعض الاخر نديله تعويض. الدنيا كده. فالمثالين اللي جم هنا دول ثلاثه كمان، هما مثالين انا افتكرت ثالث دلوقتي حاجة. واحده من ايام الملكه اليزابيث الاولى مش الثانيه، انه لقوا طريقه لحياكه الجوارب باستخدام الاله، فبدل ما يطلعوا مثلا جوربين او ثلاثه في اليوم يطلعوا عده جوارب باستخدام الاله. فاليزابيث الاولى قالت ممنوع منعا تاما اي حد يستخدم الات في اعداد الجوارب، وعايزينها بالشكل اليدوي، لانه لو استخدمنا الموضوع ده مش بقى عشان شكلها، لا كان شكلها حلو لكن هي بتقول على حفاظ العماله دي. هننزل لجنوب العالم للمكسيك، كان في هناك حاكم لها اسمه سانتانا. القطارات كاختراع وتم تطويره في انجلترا انتقل للولايات المتحده، الولايات المتحدة ساعتها كانت خلاص خدت استقلالها، لكن خدوا التكنولوجيا منها. سانتانا ده قال لك لا مش هاخد انا بقى اللي بيعملوه للامريكان، لا انا عندي ناس بيربوا بغال وبيعيشوا على ريحه، وفي ناس شغلتها ادارتها، وبالتالي الصنعه دي كلها هتختفي لو القطارات حلت محلها. حد يقول نستنى بالبغال؟ هو الراجل نيته طيبه انه عايز يحافظ على العماله وعلى القطاع بتاع البغال والقائمين عليه، لكن هو كمان هيبقى معادي للتطور. في الملابس في نوع من انواع البلوفرات بيسمى جاكار. الجاكار ده اسم لمخترع الاله اللي بتعمل هذه البلوفرات، وده كان واحد من حكماء مدينه ليون الفرنسيه، وكان له مجلس على مجلس حكماء ليون، وهو اللي اخترع الآلة العجيبة دي اللي هي بتعمل البلوفرات. اللي بيصنع البلوفرات يدويا لا الآلة دي هتاخد مكانه، وبقت منافسة غير عادلة مع الآلة. راحوا كانوا هيموتوه وخدوا الكرسي بتاع جاكار ده وخدوه وحرقوه، انه يعني احتجاجا على هذه الآلة. اللي يقف قدام التطور التكنولوجي بيضيع وقته، هيخسر كتير. وتعطل الصين والهند مع انهم كانوا في قمه الاقتصاد العالمي حتى عام 1820، هم لم يلحقوا بالثوره الصناعيه وبالعكس وضعوا حواجز مانعه، واهمها عدم الاستثمار في البشر بانه يعرف في التكنولوجيا. الصين لما ادركت ما وصلت اليه من اوضاع للفقر، كانت الدوله الاكثر فقرا او الدوله الاكثر عددا في الفقراء. النهارده اليوم لا يوجد فقير يعاني من الفقر المدقع، واحد وحيد في الصين منذ عام 2020، رغم العدد المهول للسكان. يعني حضرتك تسالني هذا السؤال، هل هناك من يعاني من الفقر المدقع في اوروبا؟ في الولايات المتحده نعم. في اغنى دول العالم نعم. في الصين ما فيش. والسر ان هم استثمروا في البشر، خدوا التكنولوجيا والمعارف. في وقت معين كانوا بيرسلوا عشرات الالاف يتعلموا في امريكا وفي اوروبا، خدوا كل هذه الامور طوعوها لبلادهم، وبقوا هم المصنع الأكبر في العالم والمطور الأكبر للمنشآت الصناعية، وأيضا باستثمارات ضخمة جدا في تكنولوجيا المعلومات، وعندهم من كل آلة ومعدة ما يعادلها في الصين. أقول لحضرتك آخر مثال حصل في الصين. هم معروفين طبعا بأنهم بينتجوا التليفونات المحمولة، وعندهم أنواع أصبحت أكثر كفاءة و أكثر رخصا من
اللي بتنتجه الولايات المتحدة، وطبعا اكثر من اللي بتنتجه اوروبا. يعني كنا زمان نقول لا دي صيني بلاش. اقول لحضرتك كلمة، يا سلام، كلمة ده صيني بلاش، ده اتقالت امريكاني بلاش، يقول لك ده امريكاني. لما يقول زمان كان زمان يقول لك لا، يا تشتري يا انجليزي يا فرنساوي الماني. الكلام ده كان لحد الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، يقول لك لا ده امريكاني او دي حركه امريكانيه، ويعمل ده امريكاني معناها فيك، او يمكن يشتغل معاكي ولكن بعد كده يضيع بعد شويه مش هيعمر. نفس الكلام اتقال لحضرتك في الستينات والسبعينات على الياباني اللي هو احسن صنع. ايوه لحد ما اثبت، وبعد كده اتقالت على الكوري، وبعد كده اتقالت على الصيني. فالقصه كده لحد ما تثبتي قدره وثقه، ده اللي بيحصل مع الوقت. الصينيين بعد ما عملوا الانطلاقه دي في التليفونات بيعملوها في العربيات المسيره كهربائيه، اللي هي العربيات الكهربائيه دلوقتي بياخدوا التكنولوجيا وادوا لصاحب مصنع تسلا اكبر منطقه يقدر يصنع فيها في شنغهاي اللي هي العاصمه الماليه والاقتصاديه. أيوة. يعني بكين العاصمه السياسيه طبعا فيها مصانع وكل حاجه، لكن شنغهاي هي العاصمه الماليه والاقتصاديه.